السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مريم من قناة شيخ كوازا كاجيغ. اليوم بغيت نشارك معكم في يوميات مبتدئة في التطريز جوج ديال النماذج ديال الوسام لكي يتقدم اللي ختموا القرآن. هادو نساء، ما عرفتش الرجال واش حتى هما تيكون عندهم بحال هاد الوسام ولا لا. في الحفل ديال ختم القرآن كيلبسوا هاد الوسام. دونك هنيئا لاي وحده ختمات القران. الله يقبل لينا ولكم جميع الاعمال الصالحه. دونك الموديل اللي خدمت هذا واحد اخر، هذا موديل ديال صديقه ديالي خاتمه للقران ما شاء الله عليها. دونك هذا الموديل الاولاني ديالها، ها هو مكتوب هنا الله اكبر، هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هنا العنوان زعما خاتمة القرآن الكريم. هو طويل هذا، فايت متر ونص، ماشي بحال الموديل ديالي. وهنا نازل هكا بحال شي بابيون، هنا مشدود بالحجيرات، هنا عندنا ثلاثة الحجيرات وهنا ثلاثة. تنوريكم سبحان الله، تقدر شي وحدة تكون مهتمة أنها تصوب بحال هذا الوسام. نجيو لهذا، هذا كتبتو بالغرزة ديال النقاش. كما طلبت مني الزبونه قالت لي اكتبي لي هنيئا ختم القران، دزت لي هنا واحد الشوشه كما طلبت مني. من بعد فاش نلبسو نوريكم علاش درت لي هاد الطريريقات. دونك هو هذا، نوريكم الموديل لبستو على المانكا باش يبان لكم كيفاش دايره. هو هذا الموديل الثاني اللي كنت صوبت، هو هذا. دونك درت فيه الله اكبر الله اكبر، والوسط عوض هنيئا كتبت ختم القران، منبت بالعقيق في الخضر، ها هو يبان لكم الالوان ناصحه في الصور، تيبان بحال الا هذا ماشي خضر، هو هذا خضر غادي الصفوريه. ودرت ليه الشوشه هنا وكيتلبس بهذه الطريقه هذه. هذا ما درت ليهش الفيزلين، دونك بقى كما هو الثوب كما هو. هذا ساتان، ساتان ماشي ساتان دو سوار، ساتان فيه متر ونص. باش نوريك لا فينيسيون ديالو في الجنب كيفاش دايره، شفتو كي داير. هذا موديل هنا، الا كنت مازال ما شفتو الزبونه، الا كان عجبها غادي نقطعو وغنفينيه من الخلف، ما غاديش يبقى بحال هكا. هذا التطريز بالماكينه، الماكينه كلي كتسوني واش باليد ولا بالماكينه، بالماكينه ماشي كمبيوتر، هذا طرستو بيديا. لبس الاخرين على المانكا وشاركهم معكم حتى هما. هذا هو الموديل الثاني، فيه الكتبه كبيره. هذا ثم هنا علاش درت ليه الطراقات، حيت ملي قبل ما ندير الطراقات باش نوريكم كندير بحال هكا، ما عجبنيش كان جا داير بحال هكا، شفتوه ما جاش مزيان. داكشي باش اضطريت انني ندير ليه الطريريقات بحال هكا، غنسد غير وحده على حساب والشوشه بناء على طلب الزبونه. الشوشه بحال هكا كي كيخرج، هذا واقف شي شويه بالفيزلين بناء على طلب الزبونه. ثم هنا فيه تقريبا شي 20 سنتيم، والاخر اللي صورت في الاول ولا الاخر فيه تقريبا غير شي 15 14. نشارك معكم دابا الموديل الثالث ديال الصديقه ديالي. هذا هو الموديل الثالث، هذا طويل ونازل فيه هذا الجليل ديالو. شو كي جا هذا اطول، صافي. هذه هي المشاركة ديالي معكم اليوم.
كانت عبارة عن أوسمة ديال ختم القرآن. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.